القانونيه النهارده عند المحافظه هنا في المنصوره رفضا للمحاكمه الهزليه بتاعت امبارح اللي خد فيها براءه مساعدين وزير الداخليه وجمال وعلاء مبارك. نازلين النهارده بنرفض تفتيح احمد شفيق وبنطالب بتطبيق قانون العزل على احمد شفيق، بنطالب بتشكيل مجلس رئاسي لرئاسه هذه المرحله الانتقاليه. ده يوم هتتوحد فيه الاراده المصريه وتلم شمل المصريين جميعا ناحيه انقاذ مصر وانقاذ الثوره ودم الشهداء، فلا تضيع القضيه من ايدينا، انما الشعب يقظ وان شاء الله يبقى فيه الخير.